الأستاذة حفصة من مصر، برحب بيك يا فندم، اتفضلي. أستاذة حفصة؟ ايوه، اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحتي يا شيخنا، انا كنت في ثالثة ثانوي السنة دي، انا ازهر. طيب تمام. تمام. ف طبعا انا كنت مخطوبة وكتبت كتابي من فترة، من كام شهر، وجيت اللي هو زوجي او خطيبي حاليا قال لي خشي وكملي امتحانات وخشي جامعه ومعاكي، يعني انا تمام. تمام. فتمام، دخلت وذاكرت وامتحنت ونجحت الحمد لله وجبت مجموع كويس. جيت عشان اخش الكليه غير رايه وغير كلامه وقعد مع والدي، لا مفيش مفيش مفيش. طب ليه؟ طب انا قلت اصلا هاخدها منازل ومش هروح اصلا جامعه وهدرسها في البيت واونلاين والحاجات دي. فبرضه على ما ابداه، وطبعا حصل مشاكل كبيره وحاجات وكلام اتغير وكلام من دوت. فانا دلوقتي عايزه اعرف، هل لو انا قدمت ودخلت ويعني خالفت رايه برضه مع انه هو اللي غلطان، هيبقى ايه عليا ذنب او كده؟ مع انه دلوقتي طيب حاليا بصي يا حفصه، يعني معلش يا حفصه، انا عايز اسالك سؤال. انت دلوقتي بتقولي ان كان في اتفاق وهو قال لك لا كملي تعليمك وانجحي وهتدخلي جامعه ومفيش مشكله، صح؟ هو وانا قلت دلوقتي ان انا اخل هخش باتفاقه، اخل باتفاقه. فانت بتقولي لو بالظبط انا ما واعترف ان سمعتش هو خل. كلامه، لو انا ما سمعتش كلامه ورحت الجامعه يبقى عليا ذنب. هي المشكله مش في انك ما تسمعيش كلامه وتروحي الجامعه، هي المشكله دلوقتي قائمه ما بينكم انتوا الاثنين. انتوا هتكملوا ازاي اصلا مع بعض طالما بتختلفوا في حاجه زي دي دلوقتي؟ فانت سؤالك حدديه عشان اعرف اجيب لك الاجابه الصح من الشيخ عصام. انت سؤالك تحديدا ايه؟ انا سؤالي تحديدا ان انا يعني انا يعني هيبقى يعني انا مش عايزه اكمل الموضوع دوت. هل ايوه، كده انا هو انا ده اللي صح انا عايز يعني هو ده بصراحه اللي انا عايز بالظبط؟ اسمعه منك. انت بتتكلمي على اتمام علاقه كامله ولا مشكله صغيره انا رايحه الجامعه فاروح من غير اذنه ولا ما اروحش ولا اعمل ايه؟ عايزك تسالي السؤال لا، الصح اتمام علاقه الشاب كامله. اللي هو طب العيلتين قعدوا مع بعض ووصلتوا لخلاف دلوقتي ان هو مش عايزك هما تكملي؟ قعدوا وهو اعترف ان انا يعني مش ه... انا عيل ورجعت في كلامي ومش هكمل. قال انا عيل ورجعت في كلامي؟ طب بالله عليك، طب خلاص تمام، اسمعي بقى الاجابه من الشيخ عصام. بشكرك يا حفصه، شكرا جزيلا. طبعا اذا تم اتفاق بين الزوجين ايوه فالزوج ملزم به ما دام هذا الاتفاق ليس محرما. نعم، يعني ما اتفقناش على حاجه محرمه. ايوه، الفقهاء الزموا الزوجه اذا اشترطت الزوجه الا ينتقل بها الى بلد اخر. نعم، غير بلد اهلها، فلها ذلك. تمام، اشترط عليه الا يتزوج عليها، اشترطت. ايوه، يعني ده شرط جائز شرعا. ومن يعني يضع يعني يقبل بهذا الشرط من الفقهاء يعني يستند الى قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. تمام، الحديث طبعا صحيح، صححه الشيخ الالباني في صحيح الجامع الصغير وغيره من قبل يعني. والايه واضحه: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. واهم عقد يفي به الانسان هو عقد الزواج الذي قال عنه تعالى: واخذنا منكم ميثاقا غليظا. نعم، مجرد عقد بسيط يعني. ايوه. ف طيب ده كده انا قلت انا عارف كلمتي. النبي قال عن فانكم استحللتم فروجهن بكلمه الله. استحللتم فروجهن بكلمه الله، كلمه. ايوه، كلمه اتجوزنا فيها وكلمه بنطلق بيها. تمام. طيب لا انا عيل، طب احنا ادينا بنتنا الراجل مش العيل. صحيح. فلا ما ينفعش. هو ده اللي انا كنت عايز اخده من حفصه في السؤال اللي هي القصه ايه؟ هنا مش قصه اروح الجامعه من غير اذنه ولا ما اروحش او يوم اكمل ولا او 4 سنين، مش يوم ولا اتنين. فحياه ايه اللي هنبداها؟ والجامعه كلها يعني ايه؟ حياه ايه اللي هنبداها بهذه المعارك؟ ويعني لا، المساله محتاجه الاولى بهذا، والمساله ما تتخذش على انها عناد منه. انا لازم كلمتي تمشي، كلمتك تمشي في الحق، في الصح، مش في الغلط والصح. فلا، لها هذا الشرط ما دام قد اشترطت وقبل به. نعم. طيب تمام. هي كانت بتقول ان هم كانوا مخطوبين وكتبوا كتابهم فليكن. تمام. اسمه زوجها. ايوه تمام. دلوقتي زوج. ايوه طبعا. يعني هو عقد، مفيش بناء. الفرق بس والخلاف في قضية العدة وقضية المهر. تمام. جزاكم الله خيرا يا شيخ.